فيه 6 سنين، وبعد كده كيف بقى جت الانتقاله لحلم من حلم من كل اللاعبين المصريين او الغير مصريين نفسهم يروحوا النادي الاهلي؟ يعني الفترة دي كانت فترة مهمة جدا في حياتي، فترة مفصلية شوية يا اسلام، اللي هي خلاص انت في الجامعة وعايز تخلص الجامعة، وفي نفس الوقت بدأت تبقى لاعب كورة، وطموح ان انت لاعب كورة الناس تعرفك، بدأ الحمد لله كمدافع بدأ الناس تعرف ان في مدافع في المحلة اسمه وائل جمعة. اخر سنة عملت موسم كبير جدا، ختمته بالنهائي كاس مصر اللي كان بين الاهلي والمحله في استاد القاهره. كنت عامل مباراه كبيره وقدام جمهور كبير، والاهلي كان خسران الدوري في الموسم ده، ومباراه الكاس دي كانت هي المباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، وانا كنت عامل مباراه في دفاع المحله، مباراه كبيره جدا، شادت جمهور الاهلي بيا في المباراه ان انا كنت عامل مباراه مميزه جدا، لدرجة الناس كتير تمنت ان انا اروح الاهلي في الفترة دي. فجت في المباراة الاخيرة دي يا اسلام حصلت مشكلة لسمير كمونة في المباراة مع جمهور المحلة، واتحاد الكرة خد قرار بايقاف سمير كمونة سنة في المباراة دي. كان حاضر المباراة دي مستر مانويل جوزيه كبداية توليه للنادي الاهلي، فطبعا هو بيتفرج على المباراة ما عجبتوش المباراه، فريق بيدافع وفريق بيهاجم ما عجبوش حاجه خالص بالظبط يعني. فبيقولوا له مين عجبك هنا ومين عجبك هنا، قال لهم 5 هنا و5 هنا، كنت انا وكمونه. فطبعا قالوا له طب 5 بتاع الاهلي ده توقف. شكرا. طب نعمل ايه؟ قال لهم طب نجيب لك 5 بتاع المحل، قال لهم مش انا عايز 5 بتاع. سبحان الله يعني. فانا في الفتره دي ما اعرفش حاجه من الكلام ده خالص. فحصل اتفاق بيني وبين الزمالك، انا اهلاوي واسرتي كلها واخواتي وكلنا اهلاويه يعني. انما في بعض الاحيان انت كلاعب بين الاهلي والزمالك، لو ما جالكش الاهلي تروح الزمالك، لو الاهلي ما كلمنيش. فكنت التزمت مع الزمالك بكلمه، انما ما حصلش عقود ولا حاجه يعني. كلمني اتفقت مع الزمالك ان انا هبقى في الزمالك بس كلام. كلمني وانا نازل من بيت الكابتن حلمي طولان بعد المباراه مباشره، بعت لي حد خدني من الاستاد، رحت على بيته. كلمني الحاج محمد عبد الوهاب وقال لي، اللي كان عضو مجلس اداره في الاهلي. كلمني قال لي احنا النادي الاهلي محتاجك، وايه رايك في قلت له يا حاج محمد انا اهلاوي، ولو عايز ناجي النادي الاهلي دلوقتي حالا انا هطلع على النادي الاهلي، بس انا عشان اكون امين وصريح معاك انا لسه عامل كذا 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 وقاعد مع كابتن حلمي وبتاع. قال لي طب بص احنا يعني طالما ما فيش حاجه رسمي بينك وبينهم خلاص احنا عايزينك. قلت له خلاص ما فيش مشكله. فقال لي اختفي. خلي عندك اختفي دي مهمه جدا. ايوه بالظبط. اختفي دي فيها كلام كتير وهنكمل حكاياتنا مع النجم وائل جمعه، ولكن خلينا نطلع نشوف صحة يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق قال لك اختفي. قال لي يعني ابعد شويه لغايه اما لا, لا 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 عايزين ايه اختفي. اختفي احلى من ابعد شويه. اختفي ايه ابعد شويه يعني محدش يعرف يوصل لك، بحيث ان احنا ايه على ما نظبط موضوع العقد والاتفاق والكلام ده ونخلص مع نادي المحله الاتفاق، لان احنا مش عايزين ناخدك غصب عن حد، احنا هناخدك بالرضا نادي المحله. انا كان على فكره عندي شرط جزائي في عقدي، النادي الاهلي رفض انه يعمل الشرط الجزائي، كابتن خطيب اصر في الوقت ده كان هو في امين الصندوق في النادي الاهلي، طلب ان النادي الاهلي المحله هو يبيعني مش ما استخدمش الشرط الجزائي، ودي نقطه تحسب للعلاقات. برافو عليك. العلاقات بصراحه بس ده برضو يا جماعه عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا في الموضوع ده، لانه بمناسبة الكلام اللي انت بتقوله احنا مش متفقين والله على الكلام ده يا جماعة ولا حاجة، ده هي كده من عند ربنا. انا من 3-4 ايام برضه اوائل انا كنت عارف الموضوع ده لان انا كنت فيه يعني، فمحمود متولي اتقال للكابتن خطيب عنده شرط جزائي لا استنى 6 شهور ولا 4 شهور لغاية شهر واحد وخده في شهر واحد ببلاش. كان عقده بينتهي يعني. فكابتن خطيب اصر قال لك لا انا هاخده يعني تفاوض اللي هو رايح جاي، انا هدفع 10 انت هتدفع خد 5 لا 4 تفاوض عادي طبيعي كانه لعيب كويس وكل حاجه، ونحط في البال ان هو ده اللي احنا بنتفاوض عليه.
وجابه ودفع الفلوس قال لك بس احتراما لجمهور النادي الاسماعيلي واحتراما لعلاقاتنا مع مجلس اداره النادي. نفس الموقف تقريبا حصل معاك. دي نقطه مهمه جدا بقول لك يا اسلام، الحفاظ على العلاقات بين الناس وبعضها وعدم تأجيج الكراهيه والحاجات السيئه بين الجماهير يعني. فهو اصر ان انا يحصل تفاوض بين مجلس اداره الاهلي والمحله. انت اختفيت شويه دول، قعدت رحت فين بقى، البيت ولا كنت راجع بعد ماتش الاهلي، بعد الماتش الاهلي بتاع الكاس مصر ده، وقعدت خدت اجازه شويه قبل ما اروح المنتخب العسكري. كان عندنا كاس العالم العسكريه في مصر وهروح المنتخب العسكري، فكده كده هتبان. فكده كده هظهر يعني. في خلال الفترة دي النادي اللي حصل تواصل بين الأهلي والمحلة واتفقوا على إن أنا خلاص أروح الأهلي، ووقعت للنادي الأهلي ورحت المنتخب العسكري. بعد كده ظهرت ولعبت وأديت البطولة بشكل كويس. المنتخب العسكري دي كان المنتخب العسكري بتاعنا لو تفتكر يا سام، هم اللعيبة اللي لعبوا في المنتخب الأول مع الكابتن حسن شحاتة. انت خدت احسن لاعب اعتقد في البطولة، خدت احسن لاعب في البطولة دي في كأس العالم العسكرية، وكانت بداية فزنا بيها في مصر يعني. فدي كانت بدايه بالنسبه لي ولا اروع للنادي الاهلي، ان انا الناس عايزه تشوف اللاعب اللي انتقل للنادي الاهلي وتتابعه عن قرب يعني. فدي كانت سكوب كده بالنسبه لي للجمهور ان هي تتابعني. بدايتي رحت المعسكر الاعداد مع الاهلي في البرتغال مع مستر مانويل. لا 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 استاذ شادي، انا حصلت كتير. انا عايز اشوف اول لقاء، اصل هو دايما ليه طريقه مستر مانويل يعني. احنا بنحاول ان هو يبقى معانا على الهوا، لكن نتمنى الحقيقه لانه هيبقى حاجه حلوه جدا، لان اول لقاء ده وائل بيبقى